نتمنى راح نكونوا احسن صوره للاجيال القادمه كرياضيين، وان شاء الله الشيء اللي ربحناه في لاكارير تاعنا ان شاء الله في المستقبل راح نقدمه كشيء ايجابي للاجيال الجايين. عثماني اسكندر جميل، سبيسياليتي بارا اتليتيزم، كاتيجوري تي 13، ديفيسيت فيزويل، شامبيون بارا اولمبيك سور 400 متر، ريكورد دو موند سور 400 متر تي 13، دوبل شامبيون دو موند ان 2024 او شامبيون دو موند بارا اتليتيزم، ايتون لوم لو بلو رابيد اون الجيري. بدايتي كانت في العاب القوى، كانت بمحض الصدفه، وين بديت الرياضه في عمر 21 سنه، مشيت للملعب من اجل ممارسه الرياضه كاي جزائري، وين اكتشفت الموهبه تاعي كان مدرب تما نحييه بالاخص بشير مسيخ. بعد تدريب يمكن شهرين او ثلاث اشهر كنت حققت بطل الجزائر في سباق 60 متر، وين تاهلت بها البطوله الافريقيه لالعاب القوى، حققت ميداليه برونزيه في سباق الاربعه في 100 متر. بعد حصولي على الميداليه كانت هذيك هي الشيء اللي خلاني غرقت في الرياضه، والحمد لله ما ندمتش اني بديت هذه الرياضه، واليوم الحمد لله راني بطل كبير. بالنسبه للاهداف الرياضيه على المدى القريب، عندنا الالعاب البارالمبيه اللي راح تكون في باريس ان شاء الله بعد شهرين، ان شاء الله ربي يوفقنا في تحقيق ميداليتين ذهبيتين، الشيء اللي راح يسمح لنا ان نطلعوا الاعلام تاع الجزائر ان شاء الله، ونسمعوا النشيد الوطني الجزائري في سماء باريس ان شاء الله.